نعم، نشوف إقبال كبير على الأقمصة في شهر رمضان. هذا يوحي أن الجزائريين دائما يريدون الجديد ويلبسوا الجديد، وخاصة أنه رمضان في صلاة التراويح، وبالتالي نشوف فيه إقبال كبير على المساجد، وبالتالي أنه لابد من شراء مثل العباءة. قميص وبعد هذاك يديروا قميص يروحوا بهم الجامع كي الحق رمضان، بس كي الحق تاع الشهر تاع رمضان يديروا هذيك يروح. ايه باسكو علاش؟ باسكو شغل عندهم شغل عيد، شغل يديروا يبدلوا اللباس هذاك. الانسان لازم الشهر هذا يستقبلوا كيما يقول لك باحلى حله، فهمني؟ صافي سي بور سا سي لي جان بزاف يبدلوا بزاف الاقمصه، يشروا بزاف بار اكزومبل تريكوات هكا حاجه شابه، يشري بار اكزومبل قميص جابا دور شبابه كيدخل به المسجد يصلي به. العباءة هي أوصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ومنها أنها عادة الآباء والأجداد، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول بالنسبة للعمائم: العمائم تيجان العرب. العباءة هي حاجة الأولى سنة، وكما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحسن لباس، وتحس روحها فيك آليس، تصلي فيها آليس، تدور فيها آليس. نظن لهذا الشيء الناس قاعد تميلها وتلبسها، ما كاش حاجة أخرى. عباءة كأنها تقليدية، لباس تقليدي، هو معروف من البكر من قديم أن العباءة لباس تقليدي جزائري. غير هذا الجيل الأخير هذا بدلوا الألبسة، هذول هي من العادات. عبايه تكتروي تبغي تروح تصلي، هذه حاجه باينه تلبس عبايه ماكش غادي تروح تصلي في الله. هذه هي زعما ما دابك انت تعيد بعبايه كيما نقولوا حنايا الراقيه وكل شيء خير كيما هكا. العبايه كيشغل تعطي للانسان واحد النظره سيرتو في الشهر الكريم هذا، وحنا ناس السواج هنا معروفين بالعبايه. العبايه هذه العبايه تعطي واحد كيشغل المنظر، والعبايات كيش غنقولوا العبايه هذه تراث. الشباب تاعنا الجزائريين حبوا في رمضان عبايات، سي لوكازيون عبايه جبادر، بنادم يكون صايم منا ينوفي بس حاجه خفيفه صوالح يدخل الجامع بها. هذه انت صايم سروال جين سيرفات بزاف ثقيلك تعرف من عبايه جبادر طربو شغل راك عارف بنجوزو بها رمضان. هذيك بنا تاع رمضان شغل احنا عندنا عيد في رمضان واحد يستقضى كذا شغل عيد. بالنسبه القميص اللي كيسموه في شهر رمضان هو تاج الرجل، القميص والعمامه تاج الرجل ما كيسموه. بالنسبه للقميص زعما وخاصه في الشهر العظيم هذا ماذا به زعما واحد يرتدي القميص، ارتدي القميص قاسي يميز يميز كيسموه يميز من الرجل يميز بين المسلم وغير المسلم، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. لاحظوا الفئة الأكثر إقبالا على هم الشباب والأطفال الصغار الذين يشترون مثل هذه الألبسة. أنا ماذا بيع العام مادام حطوا على غير في رمضان، هذا بيع العام يلبسوا باش تنحيه في رمضان وبليتو تلبسوا في رمضان وتنحيه في مور رمضان، هذه ماشي لبسوا على العام. اللي يصلوا بها تراويح كاين كل واحد وكيفاش، كاين اقبال كبير ما شاء الله، مام حتى السومات في المتناول الجامع. عندنا اقمصه هنا شحال من حانوتك فاهم، تشري عبايات العاده تاع رمضان تاع رمضان. في رمضان هنايا تشوف الناس تخرج دور العائله تدوروا. الظاهره جميله ان شاء الله في الشعب شبابنا الجزائري، ظاهره لبس القميص عوده للاصاله، لبس القميص وجبادور يعني ميزه خاصه يعني، حتى في بعض الشبان يتبرعوا للمساجد الاقمصه. الاقبال تاع الشعب راه يبغي زعما يجي عندنا على بال كي شغل على بال العبايه والقميص، على بال يجي البادور ثاني هكا كيما نقولوا حنا. اش غادي نقول لك دروك الموسم هذا تاع الصيف الناس تبغي تعيد بالعبايه راك فاهم، ما تبغيش تعيد بسروال وكل شيء وحاجه كيما هكا. جينا نشوفوا قميص تاع العيد ان شاء الله باش صلوا به العيد، وحنا التقاليد تاعنا دائما نلبسوا العباءه في الصيف في الشتاء، هذه هي وعندنا هذا الحي تاع المارين معروف
من زمان الناس تجي تشري العباءات. خويا باينه هذه، كاين الناس تبغي تشري باش تعيد لولادها، كاين اللي يبغي فاهم يشري عبايه للعيد، يوجد للعيد كل واحد وشي يوجد يبغي يصلي بها. خرجت اليوم باش نجوب باش نشوف كاش قميص للمناسبه العيد الفطر، باش تكون ثاني مناسبه و أشرف تكون دلاله على الفرحه للمسلمين الدوله العربيه عامه وبالولايه السعيده خاصه للشعب الجزائري. بالنسبه لاقبال الجزائريين على ارتداء القمصان، هي من عاده الجزائريين ومن عاده المنطقه، خصوصا يعني في بعد صلاه العيد والناس تمشي تزاور وكل شيء كلها، يعني تلقاه يشري عبايه يوري الخوه كيفاش عبايه نتاعو داير، زعما شغل من تقاليد المنطقه والجزائر بصفه عامه. كاع كيما يقول كاع لي زادوني سون تيل بزاوز دروك، راهم يبريفيرو الوالدين تاعهم يلبسوهم العباءه، كيما قلت لك ضرب الاولى تقعد الحيه الاولى والاخيره اللي هي سنه وما تبدلش، وما كانش اللي يسمح في السنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. العباءه تعد من العادات ومن السنن التي امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها. احنا كي نشوفوا هكايا شكون نفرحوا باللي مازلنا شادين في الهويه تاع المسلمين.